لسه طبعا اجازات العيد مستمره ولسه الناس بتخرج وبتحتفل بايام العيد، عشان كده حدائق القناطر الخيريه كان فيها اقبال كبير جدا من المواطنين، خاصه الاسر اللي بتحب انها تستمتع باجواء المتنزهات في العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين والمصريين جميعا بخير. بدأ توافد الزوار على الحدائق، هو طبعا كان في من أمس برضو توافد، ولكن النهاردة التوافد أكتر من أو بزيادة عن أمس من الصباح الباكر. بدأت الأسر والعائلات تتوافد على الحدائق للاحتفال بالعيد. احنا هنا عندنا في القناطر الخيرية حوالي 10 حدائق مفتوحة للزائرين، بعضها او اغلبها موجوده بنطاق محافظه القليوبيه. لما كنا اطفال كنا بنيجي مع والدي ووالدتي وهنا، وكنا بنقضي اليوم برضو كله. الحديقه جميله فعلا، والنيل عامل جو حلو، يعني بنيجي هنا وننبسط ويبقى كله اخر تمام. المنطقة جميلة وحديقة جميلة جدا. أتمنى لهم يجي يشوفوا المناظر هنا، مناظر جميلة وناس محترمة ومعاملة جيدة جدا، وما شاء الله المكان محترم جدا. ذكريات أنا باجي على طول كل عيد هنا وشم النسيم، لأن هنا أنظف جنينة أعتبر في القناطر هي جنينة عالفة، وبجيب الأطفال على طول في الأعياد لأنهم بيتمتعوا في بالآثار والمتعة الجديدة وكوبري محمد علي، تاريخ عظيم يعني. حضارتنا طبعا انا افتخر مثلا بالقريه اللي جنبنا ان هي فيها مناظر كده، وفي ناس بتشوف المناظر دي فبتتشد لها اكتر زي السياح كده ما بتيجي الاهرامات وكده، فانا افتخر ان انا عايشه في قريه زي ديت. وفي حاجات تانية حلوه يعني كتير عن زمان كتير قوي. جاي مع بابا وماما وخالتي، حلوه وجميله ومية اجواء حلوه يعني. السنوات الأخيرة حدائق وزارة الري بالقناطر الخيرية شهدت أعمال تطوير مكثفة، وطبعا أعمال التطوير دي ما زالت مستمرة. انتهينا من تطوير 6 حدائق على مساحة تتجاوز 45 فدان. لا الصراحة المرة دي تختلف عن كل مرة احنا جينا فيها، لا هي اختلفت كتير في النظافة والإمكانيات، والشرطة اللي حوالينا دي احنا مبسوطين منها قوي يعني، حاسس إنه في أمان. والله هي الرحلات النيلية فيها إقبال، عندنا في الأيام العادية يوم الحد ويوم الجمعة، إما في العيد عندنا الإقبال مستمر على طول، بيبقى مدة الأربع أيام أو الخمس أيام بتوعة العيد. فإحنا بنتعامل مع الجمهور على قد المتناول بتاعه برضو، عشان الدنيا برضو تمشي والجمهور يبقى مبسوط ويقدر يوم الرحلة بتاعته، وبيطلع الجمهور مبسوط وبيشكرنا وكده يعني على الرحلات بتاعتنا. زي ما تبقى انا مع حضراتكم، الناس بتخرج بقى في العيد بتتفسح وبتفسح اسرها. عملت ايه في العيد يا شازلي؟ ايه السؤال ده؟ معلش بقى عارفين برضه. والله كنت في يعني كنت يومين اجازه، كنت في البيت محتاجين برضو نرتاح يعني، كانت فتره كويسه ان الواحد يرتاح فيها، ونزلت اليومين التاني ان شاء الله ناوي يعني. نزلت لوحدك؟ نزلت شغل اقصد، مش نزلت اتفسحت، نزلت شغل اليومين التانيين. طب بالنسبه بعد العيد بقى، بعد العيد عارفين انتوا كل حاجه بعد العيد، بعد العيد ان شاء الله ناوي باذن الله ان انا. طب البيت ميلاديه؟ طبعا طبعا بكل تاكيد، لكن خلينا ناكد ان الحدائق المتنزهه بشكل عام بيكون فيها اقبال، زي ما شفنا في القناطر الخيريه فيها 10 حدائق جوه القناطر الخيريه. رحلات نيليه كمان بتشتغل بالمناسبه، انا اول مره اعرف ان هي بتشتغل يوم الاحد والجمعه بشكل عام على طوال الاسبوع، لكن طبعا بتكون بشكل يومي في ايام العيد. اللي عجبني كمان في التقرير ده ان كان في راجل من الناس اللي كانوا سجلوا معاهم بيقول ان هو يعني راجل عنده 50 سنه تقريبا جمانه، بيقول انه من هو صغير من هو طفل وهو بيروح القناطر الخيريه، فطبعا يعني احنا متعودين على كده من زمان، وجميل ان احنا كمان نفضل نودي يعني لهذه الاماكن. طبعا اكيد يا شاذ.